أقلية على الأغلبية. لذلك يعتقد روسو أن الديمقراطية بمعناها الصحيح لم ولن تتحقق، إنما نحاول الاقتراب منها. وكذلك يقول روسو أن الديمقراطية لها عيوب مثل سرعة تغير الحكومات، كثرة الثورات والانقلابات والحروب الأهلية. ولكن روسو يقول كلماته المشهورة إنني أفضل الحرية مع الخطر عن العبودية مع السلم. تعالوا بينا ننتقل إلى سؤال آخر أعزائي الطلبة والطالبات عند جان بول سارتر، وطبعا سارتر حيكون فيه سؤال أساسي في ورقة الامتحان أكيد. طبعا تعالوا بينا نعرض السؤال الأول اللي بيقول ما النتائج المترتبة على أن الإنسان وجوده أسبق من ماهيته؟ طبعا احنا عارفين أعزائي الطلبة والطالبات إن في ثلاث نتائج مترتبة أو ثلاث قضايا مترتبة على أن الإنسان وجوده أسبق من ماهيته. أكيد طالما أنه حر هيتحمل المسؤولية، وطالما تحمل المسؤولية هيشعر بنوع من أنواع القلق، وده عنده قلق إيه؟ قلق طبيعي. بس الأهم بقى، الأهم إن سارتر مش هيجي لك إنك الثلاث قضايا، وإنما هيجيب لك قضية واحدة فقط، يا إما الإنسان حر لأنه وجوده أسبق من ماهيته، يا إما القضية الثانية وهي الإنسان مسؤول عن أفعاله، يا إما المسؤولية الثالثة أو القضية الثالثة وهي شعور الإنسان بالقلق. يبقى معنى ذلك إنه هيجيب لك في واحدة فقط، لكن احنا هنا بنعرض السؤال بشكل عام عشان تعم الاستفادة. طب تعالوا بينا نتناول إجابة السؤال الأول. أولا الإنسان حر لأن وجوده أسبق من ماهيته. طبيعي الإنسان يولد أولا في الحياة ثم بعد ذلك يختار ماهيته. طب إيه الماهية التي يقصدها سارتر؟ هي الصفة الرئيسية الخاصة التي تميز شخصية كل فرد عن الآخر، كأن يكون الإنسان شجاع، جبان، موظف، تاجر، لصا أو شريفا. وهو بذلك الفترة التقليدية التي ترى أن ماهية الإنسان أسبق من وجوده. بس تعالوا نشوف ليه سارتر قال كده، إيه هي مبرراته؟ أكيد اعتمد سارتر وأراد سارتر أن يحمل الشعب الفرنسي مسؤولية الهزيمة من ألمانيا، وأنها ليست قدرا مقدرا على الشعب الفرنسي. طب نفترض يا أستاذ صابر جال الطالب سؤال بيقول له ما النتيجة المترتبة على اختيار الإنسان يحمله المسؤولية؟ إذا معنى ذلك أن النتيجة الثانية هتكون اختيار الإنسان يحمله المسؤولية، لأن طالما أن الإنسان حر لأنه يختار صفاته التي تميزه فالإنسان يتحمل مسؤولية تلك الحرية، فالحرية الكاملة تستتبع المسؤولية الكاملة لدى روسو، ولأن الحرية والمسؤولية أمران متلازمان، وبدون المسؤولية تكون الحرية فوضى ودمار للمجتمع. أما النتيجة الثالثة لدى روسو وهي مترتبة على تحمل الإنسان للمسؤولية لدى روسو وهي شعور الإنسان بالإيه؟ بنوع من أنواع القلق. طالما أن الإنسان يتحمل مسؤولية أفعاله فهو هيشعر بنوع من أنواع القلق. القلق دوت ناتج من تحمل المسؤولية، وعلى قدر المسؤولية يكون الشعور بالقلق. فالإنسان المسؤول في قلق مستمر، والقلق الذي يقصده سارتر هو أي نوع من أنواع القلق يا أستاذ صابر؟ هو القلق الطبيعي الذي يشعر به كل فرد يتحمل المسؤولية، وليس القلق المرضي الذي يؤدي إلى الاستكانة واللا فعل. القائد العسكري الذي اختار قرارا بالهجوم فهو وحده يتحمل مسؤولية قراره، وبالتالي يشعر من نتائج هذا القرار. تعالوا بينا إلى سؤال آخر في الباب الثاني وهو عن مصادر الإلزام. عايز أنوه أعزائي الطلبة والطالبات إن الباب الثاني من مصادر الإلزام الخلقي سيأتي منه خمس نقاط في امتحان الثانوية العامة. معنى كده يا استاذ صابر ان انا لو ضمنت الباب الثاني ضمنت نص درجه الامتحان. طب معنى ذلك ان هو عليه 15 درجه من 30 درجه هي درجه الفلسفه. طب تعالى بينا نعرض اهم الاسئله. ماشي. تتعدد مصادر الالزام الخلقي بتعدد جوانب المكونات الشخصيه. الانسان طبعا ليه اربع جوانب، جانب جسمي وجانب عقلي وجانب اجتماعي وجانب وجداني. ففلاسفه قالوا ان الجانب الجسمي يضم اعضاء الجسم والدوافع الاوليه والشهوات ويمثلها الاتجاه الحسي، ومصدر الالزام الخلقي هو اللذه الحسيه التي تتفق مع الطبيعه الماديه للجسم. اما الجانب الاجتماعي فهو الذي يضم العادات والتقاليد ووسائل الضبط الاجتماعي والاعراف، ومصدر الالزام هو الضوابط الاجتماعيه. اما الجانب الوجداني وده بقى بالانفعالات والميول والعواطف، ويتم تاسيس الاخلاق على العاطفه الانسانيه. اما الجانب الاخير فهو الجانب العقلي، وهو الذي يضم القدرات العقليه والقوى العقليه العليا عند الانسان، ومصدر الإلزام هو العقل بمبادئه المطلقة. تعالوا بينا بقى أعزائي الطلبة والطالبات ننوع على حتة مهمة جدا وهنجيلك في السؤال الإجباري، وهي سؤال في الإلزام الخلقي
يجيب لك جملة ويجيب لك جملة اسم مذهب ويقول لك هل تؤيد ولا مذهب. طيب في حالة التأييد يا أستاذ صابر أقول له هنشرح الجملة اللي هو جايبها لي. طيب في حالة عدم تأييد الطالب نقول النقد الموجه للمذهب. تعال نشوف أدلة ونشوف أمثلة على هذا. تعال بينا. القيمة الخلقية للفعل تتحدد بنتائجه لدى المفعولين، هل تؤيد ولماذا؟ شوف انت بقى كده هتلاقي السؤال ده موجود قدامك دلوقتي على الشاشة، هتلاحظ حاجة انه جاب لك جملة وجاب لك اسم المذهب وقال لك هل تؤيد ولماذا. اولا في حالة التأييد نعمل ايه؟ طبعا في حالة التأييد هروح شرح نفس الجزئية واروح قايل يرى المفعولين ان القيمة الخلقية للفعل تتحدد بنتائجه، فإن الإنسان يميل إلى ممارسة الأفعال التي يكون جزاءها الثواب واللذة والنفع، وتحاشي الأفعال التي يكون جزاءها العقاب والضرر والألم. فالإنسان يكثر من الأفعال التي تحقق ثواب ويبتعد عن الأفعال التي تحقق عقاب. طب عايز انوه عن حاجه برضو اعزائي الطلبه والطالبات، انه مش شرط لازم يجيب لك نتائج الفعل هي مصدر الالزام. يعني ممكن يجي يقول لك الانانيه مبدا الحياه الانسانيه لدى النافعين، هل تؤيد لماذا؟ او اللذه هي الخير الاقصى لدى النافعين، هل تؤيد لماذا؟ يبقى معنى ذلك ان احنا لو ايدنا هنشرح الجمله صح. في حاله عدم التاييد النقد الموجه للمذهب بشكل عام. طب تعالى نقول النقد كده الموجه للمذهب. تم تعرض مذهب المنفعه العامه للعديد من النقد، زي اللذة لا تصلح لتأسيس مذهب أخلاقي لأنها لا تميز الإنسان عن الحيوان، وكذلك فإن اللذة ترتبط بالجسم وليس هو كل جوانب الشخصية. أما النقد الثاني فالمنفعة تجاه أناني برغم محاولات تطويره، فكيف نبني الأخلاق على الأنانية على الرغم من محاولات التبرير الإنسان يكون هدفه تحقيق منفعته الشخصية. أما الثالث إغفال القيم الإسلامية والأخلاق الرفيعة وإهمال دور الدين والمجتمع والعقل وهدم النسل الأخلاقية. ننتقل الى سؤال اخر يا استاذ سوريا حول شافتسبري. طبعا شافتسبري فيه سؤال، لما يجي يقول لك اشرح خصائص الحاسه الخلقيه لدى شافتسبري. طبعا اكيد ده من الاسئله الهامه، يا يجي يقول لي اشرح ثلاثه خصائص يا اما تيجي واحده في جزئيه الصواب والخطا. وهو اكيد هيجيب لك واحده بس ويقول لك ده اللي بمثال. طب تعالى بينا نعرف خصائص الحاسه الخلقيه. طبعا باطنيه معنويه، فهي ليست حاسه ماديه وانما حاسه كمان داخل جسم الانسان، فطريه عامه، اي ليست حاسه مكتسبه وانما فطريه يولد بها الفرد، يمكن تنميه التربيه الحسنه والبيئه الصالحه، ايضا تلقائيه فهي تميز الخير والشر عن طريق الحدس المباشر، وكمان مستقله فهي لا ترتبط باي مؤثرات اخرى، واخيرا تحمل جزاءها في باطنها فهي تعطي جزاء للفعل بمجرد حدوث الفعل، فان قيامي بفعل اخلاقي يتفق مع مبادئ الحاسه الخلقيه يجعلني اشعر بالسعاده. كمان تعرض مذهب الحاسه الخلقيه للنقد، زي اغفال الدور الاخلاقي للدين، وكمان الوجدان النسبي متغير، ومن الخطا القول بان ممارسه الفضيله لا تتطلب اي عناء، وده من الاسئله المهمه جدا لدى شافتسبري. ننتقل الى كانت، وطبعا كانت هيكون فيه سؤالين اعزائي الطلبه والطالبات، يعني لازم تلاقي كلمه كانت مرتين في ورقه الاسئله. تعال نشوف بقى كده، اول حاجه الواجب محور الاخلاق لدى كانت، ناقش. طبعا في حالة المناقشة يبقى انا بقوم بشرح الجزئية وابتدي واقول رفض كانت رد الالزام الخلقي الى الدين القانون المجتمع حتى لا يكون الالزام نابع من سلطة خارجية، ايضا الوجدان والعاطفة لان الاحكام الخلقية ستكون نسبيا متغيرة بسبب سرعة تغير مشاعر الانسان، ايضا تحليل الارادة الخيرة يرتد بنا الى مفهوم الواجب. ننتقل الى سؤال اخر في كانت اللي هو فسر الطبيعه العقليه الصارمه للواجب لدى كانت. حدد كانت معنى الواجب هو اداء الفعل احتراما للقانون العقلي في ذاته، لان كل شيء يسير بقوانين محدده، وبما ان الانسان طبيعته هي العقل لذلك يجب ان يسير الانسان على قوانين العقل في حياته واخلاقه، لان العقل هو الذي يميز الانسان عن الحيوان. تعالوا بنا ننتقل الى سؤال اخر حول مسكويه. معايا ابو علي يعقوب الفيلسوف المسلم الذي تعرض مذهبه للنقد، وضع مسكوي مذهبا اسلاميا في الاخلاق الا انه تعرض للنقد. طبعا من النقد لم يتاثر مسكوي بالقران الكريم والسنه النبويه الا في جوانب بسيطه، وكان بامكانه استخلاص مذهب متكامل اخلاقي. تاثر مسكوي بفلاسفه اليونان ونقل عنهم، مثل نقله عن افلاطون في تقسيم النفس وارسطو عن ارسطو تعريف الفضيله. عرف الرقي الاخلاقي لدى مسكوي، تكتمل الاخلاق لدى مسكوي عندما يسمو الانسان بنفسه ويرتقي من القوى الشهوانيه والغضبيه الى القوى العاقله، لان العقل هو الذي يميز الانسان عن الحيوان، وبذلك تصبح اللذات المعنويه هي الخير الحقيقي
ومن رضي لنفسه بتحسين الميزات الحسية فقد رضي بأخس العبودية لأخس الموالي. ننتقل إلى سؤال آخر حول الفارابي. من الإنسان الفاضل ومن الرذيل ومن الضابط لنفسه؟ أكيد طبعا الفارابي بيجيب على ذلك بأن الإنسان الفاضل هو الذي يفعل الخيرات ويهواها ويشتاق إليها ويستلذها ولا يتأذى بها. أما الإنسان الرذيل هو الذي ينفر من فعل الخيرات ويستنكرها ولا يشتاق إليها ويستلذ فعل الشر. أما الضابط لنفسه فهو الذي يفعل الخير لكنه لم يتحرر من قيود اللذة. تعالوا بنا ننتقل إلى سؤال آخر. حدد أنواع اللذات لدى الفارابي. قسم الفارابي اللذات إلى نوعين أعزائي الطلبة والطالبات، إلى لذات بدنية ونفسية ولذات آجلة وعاجلة. وطبعا دولك فيهم سؤال أساسي، بس طبعا نظرا لضيق وقت الحلقة إحنا بنعرض لك الأسئلة وبنعرض لك بس تنويه بسيط عن الإجابة حتى تستطيع أن نلم كل أطراف المنهج للاستفادة. السعادة هي غاية الفعل الأخلاقي لدى الفارابي. نناقش. طبعا تتحقق السعادة في رأي الفارابي عندما تصل النفس إلى كمالها بالبعد عن اللذات الحسية العاجلة شهوات البدن ويمكن